بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحه وعافيه رب. حبيباتي الغاليات، كنعتذركم على الانقطاع، راني قلت لكم في الفيديو السابق هذا رمضان هذا وتعرفوا النهار ما كيكفيك، وخاصه الا بغيتي ديري التصوير وديري، المهم هادشي ما غنهضروا فيه، الايام دازو. غادي نعطيكم دابا اصلا هذوك الفيديوهات ديال الروتينات ديال رمضان، يعني ما كاينش الاقبال عليهم بزاف، المشاهده طايحه في اليوتيوب كامل، ماشي غير عندي انا، في اليوتيوب كامل ناقصه المشاهده، وحتى المتتبعين ولاو اليوتيوب كينقصهم لينا هذا لي زابوني، يعني البنات اللي ما دايرتش ابوني الله يجازيكم بخير، ديروا ابوني، ديروا لايك للفيديوهات، وحاولوا تبارطاجوهم مع الناس اللي كتحب. المهم حبيباتي الغاليات، اليوم غنكمل لكم القصه ديال السيد اللي كنت حكيت لكم البارح. حبيباتي الغاليات، القصه كنت حكيت لكم ديال السيد اللي عطيتكم جزء منها، هي قصه طويله ولكن فيها بزاف ديال المعاناه، بزاف ديال المشاكل. هنا لا يعني على انه كل السيدات عندهم نفس المعامله او نفس الطريقه، بالعكس، وانا هذا الشيء ملاحظته في الحياه ومن القناه ديالي، على انه المتتبعات ديالي ما شاء الله عليهم سيدات كيحبوا الاسره ديالهم ووليداتهم، كيبغوا الخير لوليداتهم والازواج ديالهم. حبيباتي الغاليات، كنا وصلنا للبلاصه فاش هزت الفلوس من الجيب ديال الزوج ديالها وعطاتهم للام ديالها، او هي خبعتهم، المهم هي قالت للزوج ديالها عطيتهم للام ديالي. فاش قال لها الزوج ديالها داك المبلغ راه كبير وكنا غنتقداو من الدار وهذا وهذا، قالت له لا وانت مالك وحنا تحبك حنا ولاد الجوع. المهم قالت له بزاف ديال الهضره، انا ما بغيتش نحطها كامل، لانه انا ما بغيتش نحط واحد الصوره على المراه، على بعض النساء، بعض جزء بسيط قد راه اذا كانت السيدات، انا كنشوف على انه اكثر اللي كتحافظ على البيت ديالها هي المراه صراحه، بكل صراحه. وقلت لهذا السيد في الرساله ديالو، من بعد ولا من كثر ما طويله القصه ولا كيرسل لي اوديوات على الجمال او الايميل ديالي، اوديوات كيسجلهم وكيرسلهم لي، راه كيترسلوا على الجمال. المهم ما عليناش حبيباتي الغاليات، بزاف ديال الاشياء كنقزها السيد، عطاني بزاف ديال التفاصيل ولكن انا كنقزها او كنتفاداها او كنتفادى نحطها، ماشي ولكن لانها ماشي ديال السيدات كاملين، ماشي كل النساء بحال. المهم حبيباتي، هاد السيده هذه هزت هذاك المبلغ الكبير كما كيعاود الزوج ديالها، عطاتو الزوج ديالها، هنا وصل لواحد المرحله ديال غادي نقول لكم، ولكن يعني غادي تعرفوا تكتشفوا شنو وصل في نهايه القصه. ولكن علاش خرج كيقلب على الحل برا من بيته، برا من الاسره ديالو، من المحيط ديالو، لانه تعب كما قال هو. المهم حبيباتي الغاليات، دارت له حجه على انها زعما هي راه بنت الخير وراني انا ماشي ما محتاجين لا الكلوي ديالي، ولكن قالها متي ماشي مشكل، الدنيا هانيه واول مره، ولكن المره الجايه يعني غادي تبقاي 16 معايا، تعطي واحد المبلغ كبير، مبلغ صغير ماشي مشكل، ولكن هذاك المبلغ كبير وهو اللي بقى ليا من بعد، رغم انه عنده واحد يعني تدين من عند خوه ومن عند الوالد ديالو واحد المبلغ باش يكمل العرس. المهم ما عليناش، السيده رجعت للعمل ديالها، كيقول خدامه، كتجي كتلقى دارهم، نهار كتغدى في دارهم، نهار كتغدى في دار الزوج ديالها مع الام ديالو، الوالدين ديالو هما اللي كيطيبوا في الدار ديالهم الغداء العشاء كلشي، هي كتفطر في دارها، غير كتفطر، كتخرج للخدمه ديالها، ملي كتجي كتطلع تبدلوا داكشي وكتجي تتغدى مع الزوج ديالها، مع الام ديالو، مع الاب ديالو، عندهم مساعده في البيت كتحضر لهم كلشي. ما عليناش، كيقول بقات الحياه ماشي مستمره هكاك عاديه وكلشي مزيان، ولكن رغم ذلك كيقول لي، قال على انه دائما كتقارنوا بازواج بنات خالتها وخواتاتها، ودائما قال مع اني جلست معاهم وشفتهم وكلشي، ناس بحالنا بحالهم، قال الا ما كنا احسن منهم ماشي حنا، قال افقر منهم، او يعني حنا عايشين على واحد المستوى يعني الحمد لله، ولكن دائما كتقولوا لا خاصك دير بحال فلان وشوف فلان، وكد من الاخر قال في الاواخر قال اكتشفت على انها كتكذب وكتقول فلان شرى الفلانه دار لها. دائما قلت لها شوفي، هاد الحياه راه ماشي بحال هكاك، يعني شدي الحياه بحال بغيتي انت تعيشي حياتك، فرقي عليك الناس، خلي عليك تقارني نفسك بالناس شويه. قال
طلعت كانت حامله بنيتها الكبيره اللي عندها بنت ولد او عندهم بنت ولد، صدقت حامله، قالت لي ما بغيتش ما تليتش حملت الاكل في دارهم، يعني في البدايه دارت له الاكل في الدار ديالهم والريحه ديال دارهم ما عجبتهاش دار الوالدين ديالو. قال لها ماشي مشكل، غادي طيب السيده في الدار تطلع لك الاكل ديالك تغداي وسيري للخدمه ديالك وما تمشي تبري راسك. داروا بحال هكا، قالت لي لا ماشي هذا هو الحل، غادي تجيب لي مساعده للدار وتبقى طيب لي في داري ونتقدى في داري وندير كلشي اللي بغيت في داري. قال مشى قال زعما باش غادي بغي يقولها للوالدين ديالو على انهم ما بقاوش يديروا، غادي يقلب على واحد السيده وغادي تجي. وقال الام ديالو شوفي لنا شي سيده. الام ديالو قالت له شوف ولدي كما كيقول هو انا ما غادي نجيب سيده، خليها هي تختار السيده اللي بغات وجي السيده اللي بغات هي هي والعائله ديالها يشوفوا شي سيده او يعني تبقى تغدى في دارهم. المهم قالت له داكشي المشكل ديالكم انا ما عندي دخل فيه، ولكن انا ما نقلب لكم شي واحد وما عندي واصلا ما كيمكن نجيب لكم شي واحد. السيده كتوحم من حقها، قالت له طيب في دارها دير شي واحد دير داكشي اللي بغات. من هادشي قالت له كل السيدات كيمروا عليه، قالت راه غيفوت له الحم وغيدوز هادشي. صدق السيد عزل الاكل يعني عزل المصروف على دارهم ولا كيتقدى لدارو ولا شويه شويه ولا يعني هي ما كتشوف الوالدين ديالو الاب ديالو الام ديالو يعني كتخرج للخدمه ما كتشوفهم. المهم حتى السلام ما بقاش يعني كيتلاقاو معاها في نادر فاش كيتلاقاو معاها او كيسولوه هو كيقول له كي دايره فلانه شحال هذا ما شفناها هذا هذا، كيقول لها متي هبطي سلمي، كتقول لها ما فيا اللي بغاني شي يسلم عليا عندي. يعني بينت له على انها كيقول حنا ما جا منها الا ما جا منا الا الخير، ولكن دائما هي مترفعه هزمنا خرها الفوق رغم ذلك قال انا ماشي وكنصبر ماشي وكنصبر. والمهم هانتوما حكموا على القصه. انا بحال ودائما كنقولها قضايا ديال الازواج ما بين الازواج صعيبه، لانه ملي كيهضر لك واحد الطرف الطرف الاخر ما سمعتلو ربما حتى هو فيه كي عنده ملاحظات على الطرف الاخر، يعني ما سمعتي للطرفين راه صعيب، والطرفين حتى لو بغيتي تسمعيهم خاص تسمعي لهم في بلاصه يعني يكونوا كيواجهوا بعضياتهم باش تحل المشكل لا كيقلبوا على الحل. المهم السيد كيحلف وكيقول بالله كتبقى يعني من خطرات 15 يوم ما شافت الام ديالو هي ساكنه فوق منها، بقات هكا عندها السيده المراه كتصاوب ليها تقد لها الدار تنقلها كتجيها في الصباح وكتمشي في العشيه مع ديك ثلاثه اربعه هكا قال لي كتمشي. بقاو هكاك شويه طلقوا السيده، جات امها جلست معاها فاش قرب فاش طقلت السيده هادشي من حقها، جلست معاها الام ديالها لا وهذا وقالت ليها ولاو كيديروا يعني كيدير المهم عرفتوا نتوما مشاكل الحياه ولاو كيديروا مشاكل باش تحيد باش يرحلوا من هذيك الدار. قالت ليه غادي قالها انا داري شاريها وشريت قال لها جزء من السطح ديال خويا وما كاين حتى واحد فوق منا والوالدين ديالي قال لها كتفوتي ايام ما شفتيهم وحتى واحد قال لها ما عندنا لا دراري صغار ما كاين حتى شي حاجه دارك قال لها يلعبوا فيها الخيل ملكك يعني ما خاصك حتى شي حاجه اللي حليتي عليها فمك كنجيبها لك اللي بغيتيها كاينه. ورغم ذلك قال لي الفلوس ديالها ما كيقرب يعني ما كتحطهم ما كتصرف هو اللي كيصرف على دارو كلشي. قالت ليه لا جات امها الام ديالها كما كيقول وقالت لي بغينا نهضروا معاك خاصك تجي عندنا للدار. مشى لعندهم للدار وداكشي قالوا لي خاصك تمشي تخرج من تما بنتنا خاصها بغات راحتها ما خاصهاش تسكن تما. قال لهم شوفوا بيني انا وبين الزوجه ديالي يعني نتوما هادشي لا دخلكم فيه، انا والزوجه ديالي راه هي اللي شكات لينا وهي اللي بغات كيفاش قال لهم تعزل اصلا السكن ديالها معزول دارها بوحدها. قالوا لي لا بغات تبعد من حدا الوالدين ديالك وبغات حريتها وبغات يجوا عندها بنات خالاتها. قال لهم راه كيجوا عندها وكيجي عندها صحاباتها وكيجوا عندها خواتاتها وكتعرض على كنبقى في قدام حتى كتقول لي راني عارضه دير لي التليفون هو لتحت راني عارضه على فلانه في الويكاند غدا غادي يجوا يتغداو عندنا وهذا وكنتقدى قالوا كنجيب او كتخرج هي كتقدى وكتجيب او نخرجوا بجوج وكنتقدى وكنحضروا وكتحضر كلشي للعائله ديالها وعادي. قال الوالدين ديالي كاع ما كيحضروا في ديك الوليمه او ديك العراضه اللي كاينه. وما الام ديالي قال الملاحظتين اللي قالت لي في الاول فاش مشينا عندهم والثانيه ديال سميتو ما نجيب لكم خدامه
او فاش كتقول لي في البدايات كتقول لي فلانه ما شفناها، ياك ما مريضه، ياك ماشي حاجه، 15 يوم 10 ايام 6 ايام صافي، ما بقاش كتقول ليه الام ديالو راه ما شفناش فلانه. يعني قال عائلتي ما جا منهم حتى شي حد شي حاجه، وما كان عندوش خواتات وما عنده حتى شي حد، ما عليناش. جات قال الظروف بقى معاها، يعني ولا عندهم مشاكل في الدار، كتقول له هي قربت تولد، لا خاصني نمشي الام ديالها معاها، الا هضرت قالت امها اللي كتجاوبني ماشي هي اللي كتجاوبني، امها ولات قال بحال دايره لي بحال هي اللي انا مزوج بالام ديالها وكاينه في الدار. وليت قال كنخرج وكنهبط وكنهبط لدارنا شويه، ومشيتي عند امك عمرتك دارت لك، وليت قال كنخرج لبرا، نخرج للقهوه، نخرج ندور، نخرج هذا، نشد الطوموبيل نبقى ندور بها ونرجع للدار. قال ما لقيتش راحتي، الا هبط لدارنا يعني تبصلوا امها وهي كتقولي مشيتي لداركم عمرك، وانا قال ما عمري حتى ما كنهضرش، قال غير باغي يدازو. المهم جاهل وجاع مشى داها الكلينيك، ولد داكشي جا وداروا السبوع كمل داكشي كمل. قال دارت ليه انا غادي نهزو لي بنتي غادي نمشي لدارنا، الا بغيتيني كري ليا بعيد على داركم. او قال جاها بقيت قال 3 شهور وانا كنمشي ونجي عليها في دارهم. هذيك 3 شهور هي شادها من الخدمه ديالها ديال يعني ديال النفاس راكم عارفينها. وقالت ليها كنمشي ديك 3 شهور كنمشي يوميا كنمشي وكنبغي نناقش معاها، قال ولكن قال العائله ديالها كلشي دايرين بها. من خطرات كنشد بيدها وكنقول لها جي معايا بغيتك، وكيديها لك فوق قدام الباب، والله كنقولها غير زيدي معايا الطوم، ما تبغيش تركب معايا في الطوموبيل باش هضر مرتي، قال ما تبغيش تركب في الطوموبيل نهضر معاها، لا انا الا بغيتيني عزل لي وانا ديري. فاش قاصتك الام ديالي والاب ديالي شنو اللي مضايقينك؟ لا ما بغيتش نسكن تما حداهم، ما بغيتش نسكن حداهم. قالت 3 شهور والام ديالي محرومه من اسمحوا لي راه داكشي غتشوفوا تغيرت الجلسه، راني مشيت وقفت الكاميرا ومشيت تقديتها. انا كان عليك بنت الناس ما تولديش حتى تشوفي راسك واش انتيا مرتاحه ولا ما مرتاحش معايا، ما نولاش تولدي هاد الاولاد اللي غادي تخرجي عليهم. قال هذيك الليله فاش واجهتها بهذاك الكونت ديال الفيسبوك وهذيك المحادثه ديالها، وقال انا ماشي تجسس، لقيت الكونت مفتوح. قال فاش واجهتها هذاك النهار الوحيد اللي في حياتها، قال ما 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 ما, ما كانت هكا يعني اغريسيف معايا في الهضره، سكتت وبقات كتسمع وبقات كتسمع تسمع تسمع حتى وافقت على الشروط كامل الشروط. قال ما شرط عليها شي حاجه، شرط عليها غير نعيشوا بهدوء وبسلام، لاني قال انا عشت وكبرت في واحد البيئه والوالدين ديالي علمونا الاحترام وعايشين بهدوء، حتى الهضره ديالنا قال ماشي بلغوات. الام ديالها قال فاش تبغي تهضر وراه ماشي حنا قال العماره اللي موراها كتسمع، وهي نفس الشيء. وحنا عندنا قال يعني استغربنا فاش الام ديالها هي اللي كتهضر بلاصتها، مثلا انا نسولها على شي حاجه الام ديالها تجاوبني، الام ديالها كت 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 يعني كتضرني بالهضره، ما لا علاقه يعني الام ديالها ما بيني وبينها الا الاحترام، وهي قال في داري قال قال من خطرات كنقول انا هي واش هاد الام ديالها، فنقدر نفتح الباب ونقول لها برا، ولكن انا احتراما لها والنسب اللي بيناتنا ولبنتها ووليداتي وداكشي والاصلي وتربيتي ما كنسكت، ولكن هذاك السكت ديالي هما قالوا كيطلعوا 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 كيطلعوا. المهم حبيباتي الفيديو دابا راه وصل، غادي نقسم لكم هذا الفيديو على ثلاثه، الجزء الثالث نتمنى تحطوا لي الاراء ديالكم في هذا الفيديو، الجزء الثالث هو الاخير منه لانه هو طويل، انا غنختصر لكم بزاف ديال الاشياء، الجزء الثالث منه ان شاء الله يتحط لكم غدا، واني بكم راني نحبكم كامل. ملي داروا السبوع مشات ما ثلاث شافت الابن ديالي، كتقول لي الام ديالي غادي نمشي نطلع عليهم، كنقولها لا عرفت قال غادي يقولوا لها شي هضره، وامي ما تتحملش قال غادي تجي تمرض كبيره، تكرفست علينا قال مسكينه، وقفت مع الاب ديالي قال باقيه من البدايه حتى داروا داك المشروع ديالهم وداك الشيء، ومسناس مسال الام ديالي قال ما عندهاش كثرت ما فيهاش كثرت الحس. المهم بقاو هكاك هكاك حتى ديك 3 شهور مرات 3 شهور، قال شفت الحل الوحيد اللي غادي ندير، غادي نكمل في الصبر ديالي. وهنا ربما بزاف ديالكم غادي لاحظوا الملاحظه اللي انا لاحظت ما غاديش نقولها، غادي نخليكم تكتبوها، مشاكره
عنده دارو، ما معاه حتى واحد في دارو، ومشى كرا بعيد ب 2000 درهم، دار صغيره وسط السكان، فوق السكان، ما عنده السطح ديالو خاص، ما عنده يعني ما عندوش، ماشي بحال دارو اللي كان ساكن. جاو هزو الفراش اللي في الدار ديالو، ما قدرش، الدار صغيره اللي كراو، والصداعات وبعيدة عليه على الخدمة، ماشي بعيدة بزاف قال، ولكن بعيدة شوية على الخدمة. قال تكرفصت واحد التكرفيصة، قال في هذيك شي 7 شهور هما كاريين كما قال، إلا على ما أعتقد 7 شهور أو 9 شهور، ما فيها ما يرجع دابا للرسالة، اللي هما كاريين في تما. كل نهار قال كنقول ليها ذكرى، جابت مرا كتدير لها الشغل وكتقابل لها البنية باش رجعتيها للخدمه ديالها، ما هي ما مساعداش في المصروف نهائي، في الراتب ديالها كتقول لي كنعطيه لدارنا. قال لها قال ما لقيتش، ما تلا عندي ما نوفر، ما تلا عندي شي حاجه نقدر ندير بها حتى انا. قال بغيت ندير شي حاجه، بغيت ندير شي مشروع ديالي بوحدي، بغيت ندير شي حاجه لولادي المستقبل، بغيت ندير شي حاجه للزوجه ديالي، ما خلاتنيش. قال كتقصني بحال شي واحد شاد المقص وغير كيقص. الا شافتني جالس ما كاين ما يدار، تقول لي عافاك ما شتي ليا الشارجور ديالي، قلب لي على الشارجور ديالي. يعني الا ما حيدت منه الماديه حتى الراحه ما كاينه، الراحه النفسيه ما كايناش. انا تفاديت نقول له بزاف ديال الاشياء، وكما قلت له راه كاين بزاف ما يتقال ما بغيتش نقول لك ولدي. قال لي المهم حطي مشكلتي، انا هادشي اللي كنقول لكم راه ماشي من راسي انا جاي نحطو، راه السيد كيلح عليا وكيقول لي حطي مشكلتي وان شاء الله يدخل ويجاوبكم. كما قلت له قلت الله يجازيك، الكونت اللي دايرو معروف به بدلو. المهم راه غادي نكمل لكم القصه وغادي تفهموا. ودخل وجاوب في القناه باش الناس يتكلموا مع هذا الشخص اللي في هذا الصبر كامل، وصل لهذا الصبر كامل. في هذيك الفتره هذيك صدقت السيده عاوتاني حامله، حملت، قال لها ما تيتقديت على الكرا، ما عنديش، قال لها ما بقاش قاد عندي باش نكري وباش هذا، ولكن ما كيشيط ليا والو، كنتزير من الخطرات وكيمشي نشد عند الاب ديالي. قال لها تزير، يا اما قال لها نرجعوا للدار ديالنا يا اما نفترقوا. قالت لي صافي رجعوا للدار ديالهم عاوتاني، طلقوا الدار اللي كانوا كارين، رجعوا للدار ديالهم. اش دارت؟ قالت ليه بشرط ملي نرجعوا للدار ديالكم ما عمرني. قال لها لالا ما تهبطيش، اشنو بك؟ قال الوالده ديالي الوالد ديالي. لالا ما تشوفيهم يشوفوك، ما تكلميهم يكلموك، وهاد الناس قال ما عمرهم داروا لها شي حاجه، ما عمر. ورغم ذلك قالت فاش كنا كارين العائله ديالها كل ويكاند كل نهايه اسبوع عندي في الدار، والوالدين ديالي قال ما كيجوش غير مرحب بهم. المهم السيد ما كيشكيش هنا من الوالدين ديالو او من عائله الزوجه، المشكل ديالو الراحه النفسيه، وماديا تقصقص يعني تقص، هذا الشيء هو المشكله ديالو هنا نفسيا. وهاد السيده ما بقاش الراحه النفسيه للزوج ديالها، يعني حتى قال كنمشيو نحطوا راسنا على المخده نعسو كتبقى تنقر، كتقول لي فلانه دارت ودارت وانا ما عندي. قال كتمشي غتفتح الميري وتبغي ترجع الملابس اللي طوات ليها السيده، كطويهم كتخليهم كتجي خاصها ترجعهم للبلاكار ديال في غرفه النوم، كتبغي ترجع تقول اللي شافني هزه الحوايج كيقول بحال السيدات بحال العيالات بحال سميتو العيالات عندهم الحوايج ما نعرف شنو. انا كنشري غير من الجوطيه، وهي قال ما عمرها شرات من الجوطيه، وكتقول لي اي لبسه شراتها وكتشريها بيدها ما عمرني شريت ليها. قال كتقولي شري بحال، وقالوا ما كتقدم فلوس، يعني فلوسي الفلوس ديالي انا كنعطيها باش تقدميهم حوايجها ملابسها واحتياجاتها وكل شيء. كتقول لي بحال الا شاريه من كنتقدها من الجوطيه، قال اي شي حاجه شراتها كتقول شريتها من الجوطيه. قال دائما كتحطمني كتحطمني يوم ورا يوم، كتحطمني يوم ورا يوم. قال فاش كنهز ولادي كنبغي كنشوف، قال كنشوف داك الكلام، كنهز ولدي قال نبوسو كنشوف داك الكلام اللي كتقول لي، كيرجع داك الكلام. قال خلات داك الكلام قال بيني وبين ولادي، نبوس ولادي قال بمراره، كنجي قال نهز بنتي نهزها بمراره، نهز ولدي بمراره، كل كنشوف قال كل الاشياء الخايبه اللي كتقول لي هي والام ديالها والتصرفات ديالهم حالوا بينه وبين ولادو. قال تصوروا، قال تصوري قال خالتي كنبغي نعلم بنتي شي حاجه وهكا نتمو،
وكترجع لي انا قال كنسهاها وكترجع لي كلشي داك الهضره اللي كتقول لي من نهار تزوجتها، من نهار تزوجتها الهضره باقي قال في العرس، باقي حنا ديال الله نهار العرس الهضره اللي سمعت من الام ديالها واللي سمعت وماشي من خواتاتها ماشي من باها ماشي من غير هي والام ديالها نكدوا عليا حياتي. بقاو بقينا قال رجعنا للدار بقينا هكا عندنا واحد البيسي قال كاين الانترنت في الدار مختار قال كنخدم عليها لانه هو علاقته بالخدمه ديالو الا كان المحل مسدود خاصو يخدم في البيسي. داك البيسي هي كتدخل للبيسي دارت كونت في هذا في الفيسبوك في البيسي عنده وبقى في ديال الدار بيسي ديال الدار دايره كونت. واحد النهار نساتو مفتوح داك الكونت دخل هو كيلقى عندها رسائل بينها وبين شي حد في العائله ديالها على الشعواده وكتقول لها بغيتو يبقى بحال البهلول. هنا قال عيطت وواجهتها ونوضتها قال بقيت كنهرس في الماء يعني بقيت قال صافي نوضتها قال وفي الاخر قال خرجت وندمت علاش درت داك التصرف قدام وليداتي باقي صغار ووالديا كيسمعوا لتحت ماشي لها هي قال غير على ولادي ووالديا هذا هو اللي ندمت ما ندمتش عليها هي بقات كتخاصم لا وانا غير كنت كنسميتو وانا غير هذا وانا وما لقات قال ما عندها ما لقاتش شي مبرر مثلا ما عندهاش صافي حصلت عرفت الواحد فاش يحصلت حصلت قال اخالتي ما عندها باش 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 تبرر لي شنو هو اللي كتقلب في الشعوذه. انا قال الحمد لله صحتي بخير وانا بخير حتى اللي كانت كدير شي حاجه انا ما مأطر علي الاطر عليا هو كلامها اللي كيضرني في نفسيتي وكيضرني في خاطري وما كانت مخليتني نقدر نتنفس ماديا. هنا قال جلست ودرت النقط على الحروف هذيك الليله قال قلت ليها يا غادي تمشي كما كيمشوا كل الزوجات باحترام وبالطريقه اللي قال الله سبحانه وتعالى ما خاصك شي حاجه غوتي فتحتي الثلاجة ما لقيت شي حاجه غوتي خاصك الفلوس غوتي انت تخرجي تقضي دارك تقضي بغيتي نتقدى نتقدى المساعده كتجيك للدار خاصك شي ماعن خاصك ملابس فلوسك لا ما تدخلي منهم ريال ولادك يقراو خاص اي بغيتي تخدمي بغيتي تجلسي اللي بغيتي غير انا قال لها ما بقيتش نسمع او قال لها راه ما بقاتش عندي قال لها يخف السيدات ما كيتبغيش نتزوج كرهت السيدات في جريمتك انتيا قال لها انتي كرهتيني في النساء كاملات وللاسف قال اللي ندم عليه بزاف بزاف قال هي فاش رجعت انا قلبت عليها كانت كتقرا معاه في الجامعه ماشي في نفس الصف ولكن قال انا اللي رجعت بحال شي واحد قال مشيت جبت شي حاجه شي مصيبه نفسيه واكثر حاجه كتبقى فيا قال وليداتي ولدي وبنتي ماشي قال الطلاق الطلاق قال شي حاجه حللها الله ولكن قال غادي يكبروا في واحد البيئه خايبه ومن غير البيئه الخايبه اللي غادي يكبروا فيها داك التشتت حنا اللي تسببنا فيه. قال قلت ليها ملي انت ما عاجبك انا ما عاجبينك الوالدين ديالي